بخير عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا كيف ما كتشوفوا انا جبرتوني في العياده. دابا عاد ساليت مع الناس اللي عندي في الفتره الصباحيه، جيت فقط باش نشارك معكم اول رحله ديالي على اليخت مع عائله جمعيه المشعل، اللي انا جد فرحانه وجد فخوره وجد متحمسه انني نخرج معهم، وهذه اول خرجه ديالي عندي معهم. هذه الجمعيه هذه بقياده البطل ديالنا الاستاذ ياسين ريان. بالنسبه البرنامج او تفاصيل هذه الرحله غادي نخلي الاستاذ ريان هو اللي يتكلم. بالنسبه للثمن 250 درهم، المده الزمنيه ديال هذه الرحله 4 ساعات على اليخت، انطلاقه غادي تكون مع 2:30 ونهايه الرحله غادي تكون مع 6 ديال العشيه. فكنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وفي نفس الوقت تستمتعوا معايا بهذه الرحله هذه اللي غادي تكون بجهد الله وبقوه السميع العليم من احلى التجارب اللي غادي نجرب في حياتي. حيت الصراحه دائما كنت كنحلم انني نركب في اليخت، دونك جات هذه الفرصه هذه فقلت علاش ما نستغلهاش ونمشي، وحتى انا نشوف المناظر الخلابة اللي في الحقيقة أنا كنعشق الطبيعة وكنعشق البحر بواحد الطريقة ما تصوروهاش. فبلا ما نطول عليكم، إلا كنتي أول مرة كتشاهدني، إلا سبق لك تبعتي إحدى فيديوهاتي، إلا عجبك محتوى قناتي ما تنساش تنضم للعائلة ديالنا، نضغط على زر الاشتراك، تفعل جرس الإشعارات باش كل ما ننزل أي جديد تكونوا نتوما أول وحدين كتوصلوا به. يلا هو معايا باش نشارك معكم شنو غادي ندي معايا للغدا، وفي نفس الوقت تعيشوا معايا هذه الرحله اللي غادي تكون اكثر من رائعه. يلا هو معايا. بالنسبه لوجبه الغداء غادي ناخذ معايا هاد الرقائق ديال الدجاج، كنت خديتهم من مرجل، فعاود غادي نقليهم في الزيت، غادي نطيبهم في الماء. وبلا ما ننسى الصديقه ديالي اللي هي السوداني. غادي ناخذ ايضا سلطة ديال الجبن، فيها 4 ديال الانواع ديال الاجبان. بلا ما نساو طبيعه الحال الماء المعدني. بالنسبه للسلطه فخوي هنايا عملت رقائق ديال الموز مع فاكهه التنين، صراحه ما عرفتش شنو كنقولوا له بالدارجه. بالنسبه للناس اللي غادي يسقسيوني منين خديت هاد لي بواط هادو، فخديتهم من القيصريه ديال الحمامه، هما كيجيو 3 ديال لي بواط. هذه الكبيره اللي غادي نعمل فيها نص ديال سلطه الجبن والنص رقائق ديال الدجاج، وهذه المتوسطه ديالها وهذه الصغيره. بالنسبه للثمن صراحه ما بقيتش عاقله على الثمن، يا اما 40 درهم يا اما 45 درهم. صافي هادشي اللي كاين، فخليكم معايا. كيف ما كتشوفوا حبيباتي، بعد ما غلى الماء ضفت له رقائق الدجاج. ملي غادي يطيبوا غادي نزينوه بشويش ديال القزبر. من بعد غادي نسلق جوج ديال البويطات نديهم معايا. بعد ما طابوا حبايب قلبي هاد رقائق الدجاج غادي نصفهم هنا، وغادي نزينو بشويه ديال القزبر. غير سمحوا لي حيت باقيين سخونين. او باباب صراحه كنت بغيت نلويهم عفوا في بابي الومنيوم، ساعه ما عندي شي.
عفوا انا جبرتوني دابا حدا النادي الملكي البحري بالمضيق، حيت الانطلاقه ديالنا غادي تكون من هنا. الان غادي نعمل لكم واحد الجوله في هذا لوندوا هذا باش كومسا تشوفوا الجماليه ديال مدينه المضيق. فهمتوما معايا؟ Thank you.
البرنامج هاد الرحلة هذه، فغادي نخلي لكم جل المعلومات عليها من تحت عندي في صندوق الوصف. يكفي أنكم تواصلوا مع ديك الأرقام إلا بغيتوا تستفسروا، سواء على هاد الرحلة سواء على رحلات أخرى اللي كتقوم بها جمعية المشعل. حبيب قلبي وصلنا.